نجح النادي الأهلي في حجز بطاقة التأهل لدور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا بعد التعادل مع فريق الهلال السوداني بهدف لكل فريق في ختام دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا. هو التعادل الذي منح المارد الأحمر بطاقة التأهل لدور الثمانية من البطولة بعد احتلاله للمركز الثاني برصيد 11 نقطة. كانت البعثة واجهت صعوبات كثيرة عقب المباراة بعد إصرار الأمن السوداني على إبقاء الفريق الأحمر وجماهير الأهلي داخل ملعب الجوهرة الزرقاء لحين انصراف جماهير الهلال من محيط الملعب، وذلك خوفا على الأهلي ومن أجل تأمينه وجماهيره، خصوصا بعد الأحداث التي شهدتها المباراة من غضب جماهيري كبير ونزول بعض المشجعين لأرض الملعب، بالإضافة لإلقاء الجماهير لزجاجات المياه على أرضية الملعب، مما جعل الحكم المغربي رضوان جيد يقرر إيقاف المباراة لمدة 10 دقائق. ينوي مسؤول الأحمر التقدم بشكوى رسمية ضد ما حدث من أجل اعتبار الفريق فائزا وفقا للوائح الكاف، حيث يترقب الجميع تقرير الحكم المغربي بشأن أحداث الشغب في المباراة حتى لا تتكرر تلكم المشاهد مرة أخرى في الملاعب الإفريقية، بجانب الحفاظ على حقوق النادي، لا سيما أن اللوائح تنص على اعتبار الفريق صاحب الأرض مهزوما في حالة إيقاف حكم المباراة للقاء بسبب أعمال شغب أو عنف تهدد سلامة اللاعبين. هو ما حدث في ظل الأجواء غير الرياضية التي شهدتها المباراة. وكعادة الأهلي دائما لا يتخلى عن أبنائه سواء أكانوا لاعبين أو جماهير، فقد حرص الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي على عدم مغادرة ملعب الجوهرة الزرقاء قبل أن يطمئن على خروج جماهير الأهلي وتأمينها بالشكل الكامل مثل لاعب الفريق. هو ما حدث بالفعل ليثبت الأهلي دائما أنه متفرد دوما عن غيره بالحفاظ على كل من ينتمي له.